حصل فريق العمل بمركز نظم المعلومات والتحول الرقمي التابع لمحافظة أسوان على المركز الأول على مستوى الجمهورية في محور أفضل المحافظات في توطين النظم ونقل التكنولوجيا لعام 2023. ويعتبر مركز المعلومات بالمحافظة من المراكز التي تشهد تميزا وحضورا نتيجة الجهود المثمرة للارتقاء بفكر تطبيق منظومة التحول الرقمي في مصر. ضمن منظومة التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيقا لرؤية مصر 2030، حصل فريق العمل بمركز نظم المعلومات والتحول الرقمي التابع لمحافظة أسوان على المركز الأول على مستوى الجمهورية في محور أفضل المحافظات في توطين النظم ونقل التكنولوجيا لعام 2023. المركز مكون من طابقين على مساحة 940 متر مربع. المركز بيتكون من 6 إدارات فيها جميع التخصصات اللي بتخدم على مجال نظم المعلومات. اي عميل عندنا عايز يعمل ويب سايت او يعمل ويب ابلكيشن بيجي عندنا ونقعد معاه ونتكلم معاه ونشوف متطلباته ايه واحنا بنعملها له. بنصمم ببرنامج الالستريتور والفوتوشوب تصميمات وصور وانفوجراف خاصه بالبرامج اللي بتنتجها التحول الرقمي والصور واللوجوهات الخاصة بالمركز. يعتبر مركز المعلومات بالمحافظة من المراكز التي تشهد تميزا وحضورا نتيجة الجهود المثمرة للدولة للارتقاء بفكر تطبيق منظومة التحول الرقمي ونقل التكنولوجيا المتقدمة والتي تصعد بمصر لمصاف الدول المتقدمة في نظم المعلومات. هنا فندم غرفة الداتا سنتر بتحتوي على جزئين، الجزء الأولاني خاص بالبنية التحتية للشبكات، أولا منظومة الأمن المعلومات اللي هي في الفايروول، وبعدها بنقسم لمجموعة من السيرفرات اللي هي بتحمل المنظومات الرقمية الموجودة عندنا في الدول. قسم الإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني، في القسم ده احنا بنجمع المعلومات من كل الجهات والشركات والمديريات، بنعمل حاجه اسمها الدليل الاحصائي، الدليل الاحصائي الموحد، خطه التعبئه العامه. عملنا كذا ابلكيشن، منهم مثلا ابلكيشن عين المواطن، منهم سوق سري، منهم سنوسول، ويمكن الابلكيشنز دي لو اتكلمت عنها هحكي كتير جدا لان كل واحد فيهم فيه قصه، بس اكتر ابلكيشن بحب اتكلم عليه غالبا بيكون عين المواطن لان هو بيتعامل مع المواطن بشكل كبير. مهمه الجرافيك ان احنا بنساعد اللي هو قسم المطورين النظم والتطبيقات ان احنا بنشتغل في اللوجوهات، كفرات، لوجوهات، كل ما يخص اي مطبوعه بتصدر هنا من التحول الرقمي احنا بنحولها لجزء فني. وتزخر محافظه اسوان بوجود 11 مركزا تكنولوجيا تابعين للمحافظه يقدمون حوالي 82 خدمه مميكنه وحوالي 40 تطبيقا في العديد من المجالات والخدمات بالقطاعات المتنوعه والمتعلقه بخدمه المواطنين على مدار الساعه.